السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة وإن شاء الله هنتكلم على إزاي تعدي في الانترفيو بتحليل الوصف الوظيفي للوظيفة. الحقيقة إن الموضوع ده واحد من أكبر وأهم وأفضل الحاجات اللي أنت ممكن تشتغل عليها وتقدر إن أنت تدخل الانترفيو بشكل تحقق فيه نجاح كبير جدا جدا جدا. أولا لا تنسوا الإعجاب بالقناة ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وهذا الدعم اللي بيوصل لنا بيؤدي ان احنا نقدر نعمل فيديوهات اكتر واكتر واكتر باذن الله تعالى. طيب يعني ايه احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا عاوزين نعمل ايه؟ احنا عاوزين ان احنا ننجح في الانترفيو، بخلاف ان في كتير جدا بيتقدموا لنفس الوظيفة وعاوزين نكسب الانترفيو، عاوزين ننجح فيه. احنا قلنا قبل كده ان احنا مادام نجحنا في انه يطلبونا ان احنا نقدم في هذه الوظيفة، انهم اكسبت ان انت تعال اقبل في الانترفيو، فانت عديت مرحلة مهمة جدا، مرحلة ان انت نجحت في لفت انتباه الشركة اللي بتقدم ليها او المؤسسة اللي انت بتقدم ليها، ان انت خدوا السي في بتاعك واتصلوا بيك، فدي مرحلة كبيرة جدا، مرموش السي في بتاعك في الزبالة، فانت عديت مرحلة كبيرة جدا. المرحلة التانية هي ان انت ازاي تنجح في الانترفيو. الحقيقة ان ده تكنيك هنستخدمه ان شاء الله بحيث ان احنا ننجح في الانترفيو، وهو تكنيك التحليل الوظيفي للوصف بتاع العمل او الجوب ديسكريبشن بتاع الوظيفة اللي انت مقدم عليها. التحليل بتاع الوصف الوظيفي للشغل اللي حضرتك بيتقدم عليه بحيث ان حضرتك تحقق النجاح في الانترفيو. طيب احنا ازاي هنعمل حاجة زي كده؟ هنعمل حاجة زي كده بمجموعة من الخصائص، وهو ازاي تعمل تحليل دقيق لهذا الموضوع بحيث ان يوصلك للنجاح. التحليل الوظيفي بيتطلب من حضرتك حاجتين: حضرتك تاخد الوصف الوظيفي الشوب ديسكريبشن، الوصف بتاع الشغل اللي حضرتك مقدم عليه، مقدمين على الريسبشن، مقدمين على كاستمر سيرفيس، حضرتك بتاخد الوصف الوظيفي ده وبتبدأ تحلله وبتبدأ تلعب عليه في الانترفيو بحيث ان حضرتك تحقق نجاح كبير فيه. طيب انا هقدر اعمل حاجة زي كده ازاي؟ حضرتك مثلا مقدم على وظيفة ريسبشن، طيب الريسبشن دي اعلنوا انهم عاوزين 1 2 3، وحضرتك هتعمل 1 2 3، وده ممكن اوظف على اي موقع، ممكن حضرتك تبدأ تلعب في الكلام شوية وتبدأ تبص في الحاجات المميزة فيها بحيث ان حضرتك تقدر تلعب في هذا الوصف الوظيفي في الانترفيو، بحيث ان انت مش تضحك ولكن تلعب بحرفنة اثناء الانترفيو وتحقق نجاح كبير فيه. طيب هندي مثال عملي ممكن حضرتك تستفاد منه. دي شغلانة عادية على موقع وظف، ممكن حضرتك تدخله على موقع وظف على اي شغلانة وتعمله عليها، وهي شغلانة كاستمر سيرفيس ريبريزنتاتيف او ممثل خدمة عملاء. وهنلاحظ عند حضراتكم انه في مجموعة من الخصائص اللي مكتوب على هذا الشغلانة، مكتوب هذا about this job، يعني انت تعمل ايه في هذه الشغلانة. والحقيقة ان الوصف ده مش انت اللي حطه، ولا الوظف ولا المؤسسة اللي حضرتك بتشتغل عليها اللي حطاه، لا ده اللي لاحظ في الاعلان ده حاجتين هنلاحظ، هنقرأ مع بعض: about this job يعني الشغلانة دي بتتكلم عليه، هنقول deal directly يعني انت بتتكلم مع العملاء بشكل بالتليفون او فيس تو فيس او الكتروني بشكل الكتروني، ان انت ازاي تهندلها وريسولف ات، وان انت ازاي تاخد ايفالويت الريليفنت انفورميشن، وان انت تاخد عنها معلومات وسيت اب نيو، بتفتح نيو كاستمر اكونت، ان انت بتاخد عملاء جدد وبروسيس اوردرز وفورمز وابلكيشنز، وبتبدا تعمل ابلكيشن ريكويست، وتعمل مينتين للكاستمر داتابيس، انا بحاول اجري شويه بالكلام، وكيب ريكوردز اول كاستمر يعني انت بتاخد سجلات للكاستمر، وفولو اب الكاستمر تبدا تعمل الكاستمر، وبروفايد فيدباك وبتبدا تعمل فيدباك كمان مره اخرى. المتطلبات بتاعه الوظيفه من سنه لسنتين من الاكسبيرينس، وبنبدا نبص على الاباوت ذيس كومباني اللي هي الوصف بتاع المؤسسه اللي حضرتك بتقدم عليها. اللي هي الحقيقه ان الوصف ان احنا هنبدا نلعب فيه هو ازاي ان احنا نبدا نحلل هذا الكلام. احنا الحقيقه كل اللي هنعمله ان احنا هنركز على ابرز النقاط اللي بيتكلم عليها هذا الوصف. اولا احنا بنتكلم على مستوى عالي جدا من خدمة العملاء، لان هو ده اللي بيركز عليه. لاحظ تكرار كلمة كاستمر في متطلبات هذه الوظيفة، وده من الاشياء اللي احنا عاوزكم ان انتوا تطوروها في قرايتكم للوصف الوظيفي، واللي احنا بنتكلم على هذا في هذا الفيديو، ان حضرتك بتلاحظ كاستمر اتكررت تقريبا في كل كلمة او في كل جملة من هذه الجمل.
سواء بان انت تكلمه، ان انت تفولو اب، ان انت تجيب ناس جداد، ان انت تلاحظهم، ان انت تعمل على الخدمات بتاعتهم. طبيعي ان انت بتتكلم على كاستمر سيرفيس، ولكن لاحظ هذا الكلام، ان انت بتتكلم على كاست. الوصف الاخر هو ازاي ان انت تلعب على المؤسسة نفسها، ان انت لازم تدخل وتقرا وتتكلم على المؤسسة اللي ناشرة هذا الوظيفة، فلازم حضرتك تدخل وتقرا عنها كتير جدا، بحيث ان انت تبقى عارف هي بتتكلم على ايه وهي بتعمل ايه، عشان تقدر تحقق نجاح فيها كويس. واللي هما بيطلبوا فيه اوفيس مانجر او بيرسونال اسيستنت، اللي هو مساعد شخصي ومدير مكتب، نحن هنلاحظ في الجوب ديسكريبشن مجموعة من الخصائص اللي هو بيطلبوا فيها هذا الشخص. بيطلبوا مثلا مانج او كوردينيت ديلي او ويكلي مانثلي الكليندر بتاعت السينيور مانجر، ان انت بتبدأ تتابع وتنسق واسكادول، ان انت بترتب مواعيد. طيب احنا هنلاحظ مجموعه من الخصائص، هتلاقي اقرا هو معايا، ممكن كمان مانج الكولز وان انت تتكلم، هتلاحظوا مجموعه من الخصائص هم بيدوروا عليها. انا من غير ما اتكلم انتوا هنا شايفين هم عاوزين ايه، انا من غير ما اقرا انا شايف عاوزين واحد منظم، عاوزين واحد بيعرف عنده كوميونيكيشنز سكيلز عاليه عشان يعرف يتكلم مع الناس، عنده مستوى عالي جدا من الشيك، ان انت بتتعامل مع سينيور بيرسونال اسيستنت او اوفيس مانجر، فانت بتتعامل مع مستوى عالي جدا من الاداره، فلازم تتوفر فيك هذه المجموعه من الخصائص. طيب توقع ان حضرتك كنت رايح الانترفيو انهم هيركزوا على الحاجات دي، عشان كده احنا بنقول تحليل الوصف الوظيفي هو اكثر طريق الى تحقيق النجاح. حضرتك بتلعب على الجوب ديسكريبشن، فبتحقق نجاح كبير جدا 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 في مقابلة العمل، وبتحصل على الوظيفة اللي حضرتك بتبقى عاوزها بشكل عظيم جدا جدا جدا. فحضرتك للمرة الأخرى لما تيجي تقرأ على هذه المؤسسة بتوصل لمجموعة من التحليل لهذه الوظيفة. حضرتك قدامك مثلا الوظيفة دي احنا عاوزين فيها ميديا وديفاين وكاستمر سيرفيس وبرزنتبل واستراتيجي وبيعرف في الماركتينج، فانت بتوصل للكلمات الدلالية التاجز اللي هي الاشارات اللي حضرتك بتوصل بيها لهذه الوظيفة. الوظيفة السابقة لو نرجع ليها هم عاوزين واحد بريزنتبل، عاوزين واحد يعني شكله كويس بيعرف يلبس، فانت توقع ان حضرتك تلبس كويس جدا لحضرتك مقدم على وظيفة هم بيلعبوا عليها. توقع كمان انهم حضرتك عاوزين شخص منظم، فدايما وانت بتتكلم في الانترفيو حط ان انا منظم، انا منظم، انت بتعرف في التنظيم، انا اشتغلت في حاجة فيها نظام، دايما هما بيبحثوا على المنظم. يبقى الكوميونيكيشن سكيلز عندك عالية، اللي هي مهارات التواصل عالية، فلازم مهارات التواصل عند حضرتك تبقى عالية، ولازم تدي امثلة انه عندك امثلة كويسة جدا في مهارات التواصل. الحاجات دي مهمة جدا وبتؤثر بشكل كبير جدا على ازاي توصل للنجاح في الشغل، وازاي توصل للنجاح في مقابلة العمل. بالتحليل الوظيفي انت ممكن تعمل فرق كبير جدا جدا، وممكن تحقق نجاح كبير جدا جدا، ولكن يجب ان حضرتك تلعب وتقرا كويس جدا الجوب ديسكريبشن، الوصف الوظيفي، ولازم ان حضرتك تتدرب عليه وتاخد الكلام ده قبل يوم مقابلة العمل، وتبدأ تفصصه حتة حتة، بحيث ان حضرتك تلعب على هذا الكلام، وده من اسرار النجاح المؤكدة 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 في الانترفيو، ازاي تلعب على الجوب ديسكريبشن وتحقق النجاح فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. لا تنسى دايما ان التحضير هو سر النجاح. بريبيشنز از ذا كي، هو المفتاح دايما للنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.